خويا كاينين بحال مثلا مدرسات لي بريفي كاينين الوراق ديالهم فهمتي، كل مره كيتبدل الكتاب فهمتي، دونك ملي كيقرب يسالي العام كنمشيو نقلبوا على الوراق باش تعرف مني تبدا تخدم تعرف شنو غادي تشري. وبالنسبه للمدارس ديال المخزن راه تقريبا ما كاينش تغيير بزاف، الا كتلقى شي تغيير ديال 2% ولا 1%، هذا هو اللي كاين اخويا. والطريقه اللي كنشريو بها كنشريو من عند الناس اللي كيجيبوا كتب مستعمله، والكل اللي كيبغي شونجي اكثر هي تشونج، هذا هو اللي كاين اخويا. والثمن مناسب فهمتي، حيت الناس اللي كيجيو هنايا تقريبا كلهم كيقلبوا على الثمن. ضروري اخويا كتقلب الكشوبه وكتعاود تقلب فهمتي، باش ملي يجي عندك الكليان ما تعطيش حتى شي حاجه اللي ما لايقاش ليه يديها ويرد لك فهمتيني، خاصك تقلب على شي حاجه اللي في المستوى والثمن في المستوى باش تربح حتى انت شويه. في النظر ديالي انا كاينين كشوبه بحال مثلا مدارس بريفي كاين الثمن طالع فهمتيني، كاين الكشاب اللي واصل حتى 600 درهم، كاين اللي عنده جوج وليدات ولا ثلاثه فهمتي، ما يمكنش استطاعته انه يمشي يشتري لهم ثلاثه من المكتبه غادي قاصها شويه فهمت. لهذا كيلتجا الكتب المستعمله، كله الناس كاملين اللي كيجيو من اكثر ديال الحكومه كلشي فقراء كتعاون معاهم، وهذا هذا هو اللي كاين اخويا. السلام عليكم، انا كزابون كنجي كل عام كنقتني هنا كتب من عند الاخ عبد الرحيم هنايا، وكنجيو لهذا المكان هذا لحقاش كاينه اثمنه مناسبه، حيت غادي تمشي مثلا تمشي للمكتبه حتى هو ما غاديش نلومو داك السيد مول المكتبه، حتى هو عنده مسكين ضريبه عنده مصاريف ديالو. كنجيو حنا كنقتنيو هاد الكشوبه من هنا في العود، مثلا دابا هاد الكشوب اللي كتشوفوا دابا اللي شاد في يدي كيدير 170 درهم في المكتبه، كتجي كتقتني من هنا مع هاد الباعه المتجولين اللي كيكونوا موسميين، كتقتني مثلا هذا خديتو عنده 50 درهم في العود، مثلا غتاخذ كتاب ولا جوج، غتاخذ كتاب واحد من المكتبه كتجي هنا عند هذا الاخ هذا كتاخذ مثلا كتب لي واخا جوج كتبه ولا ثلاثه، عند كل واحد كيمشي على قدر المستطاع ديالو.